الانتصار للشهود في زمن الحرب مهمة نبيلة يجترحها هؤلاء الشباب من طلاب قسم الإعلام في جامعة تعز على وقع الحرب التي لا تزال مستمرة حتى اليوم بين أنصار الدولة والقانون والميليشيات المتمردة. ودعت تعز في يناير المنصرم شهيدين جديدين هما الصحفي محمد القدسي والصحفي أسامة المقطري، سبقهما إلى شرف الشهادة على هذا الدرب عدد من الصحفيين الذين ارتقوا وهم يؤدون مهمتهم المحفوفة بالمخاطر في توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين في مدينة تعز وفي غيرها من المدن والمناطق اليمنية المختلفة. في قسم الإعلام الذي تأسس حديثاً في كلية الآداب بجامعة تعز أقيم هذا المعرض للصور والوثائق المتصلة بكل مظاهر الانتهاكات التي تعرض لها الحقل الصحفي والإعلامي في البلاد، وعلى هامشه أقيمت حلقة نقاشية أحاطت بالمشهد المأساوي الذي يلف حياة الصحفيين في هذا المنعطف الخطير من تاريخ مهنة المتاعب. اليوم الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم يتعرضون للانتهاكات، لماذا؟ لأنهم ينقلون صوت الحقيقة، ونحن في هذه اليوم ننقل هذا الصوت مع طلابنا، طلاب الدفعة الثانية قسم الإعلام، للعالم كامل بأن حق الإعلام حق مكفول لجميع كل إعلامي وكل صحفي وكل ناقل لصوت الحقيقة. جدران هذا المعرض تتزين بصور شهداء وجرحى الحرب والمخفيين قسريا وجميعهم من أرباب الكلمة والصورة المناضلين في حقل لطالما كان هو الهدف الأول لرصاص الميليشيا الإنقلابية ومدافعها وقذائفها الصاروخية. فخلال السنوات السبع الماضية وبالتحديد منذ جمعة الكرم في 18 من شهر مارس 2011 تحرك عداد الضحايا من الصحفيين والإعلاميين ولم يتوقف، وزاد من وطأته الضيق المعيشي الذي يكتنف حياة من بقي من هؤلاء الصحفيين خارج دائرة الاستهداف بالرصاص والاعتقال. سباقة هي تعز وجامعتها وطلابها وطالباتها في استنهاض الإرادات وإحياء الأمل في زمن الحرب المجنونة التي تقوض كل مظهر للحياة في هذا البلد.